في الختام تذكير بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يثمن دور العشائر بحفظ الاستقرار، ومواكب ووفود كبيرة إلى الإسحاق لتقديم العزاء برحيل الشيخ نعمان البزيع. القرآن وعلم العراق يقطعان العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسويد، والحكومة تنزع فتيل الأزمة مع الصدر. قراءات سياسية حمراء للعفو العام ومستقبل النفوذ بالمحافظات، والسودان يضع حدا لفوضى الشهادات والتخصصات في العراق. حصار أمريكي على 14 مصرفا عراقيا بغسيل أموال وتهريب للدولار إلى إيران، ورحلة النجف الزمنية لم تقطع الوصل مع زوارقها الخشبية. إلى هنا نصل لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.